للبحث عن الأنفاق. ميامين الوطن يقهرون الإرهاب ويدكون أوكاره على امتداد الأرض السورية. الإرهاب يضرب الضاحية الجنوبية في بيروت وعشرات الإصابات. وفي مصر إعلان دستوري ودعوات إخوانية للتظاهر. نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. أعادت وحدات من جيشنا الباسل الأمن والاستقرار إلى منطقة الصوامع والتلال المحيطة بها باتجاه بلدتي كفر رومة وحيش في ريف معرة النعمان بإدلب. كذلك تم تدمير أوكار وتجمعات للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم بحلب وريفها. وفي الغوطة الشرقية وريف دمشق الشمالية والجنوبي تمكنت قواتنا المسلحة الباسلة من تدمير رشاشات ثقيلة وراجمة صواريخ خلال سلسلة عمليات نوعية نفذتها ضد أوكار للإرهابيين وتجمعاتهم. وقال مفاد الدنيا إن وحدة من قواتنا المسلحة اشتبكت مع عناصر إرهابية في محيط دوار المناشر بحي جوبر وأوقعت العديد منهم قتلى وألقت القبض على آخرين، في حين قضت وحدة ثانية على إرهابيين في مزارع حرستا غربية الطريق الدولي دمشق حمص. وتم القضاء على الإرهابي الأردني يوسف الدندشي ومحمد العسلي وظفار الهندي، إضافة إلى تدبير أوكار للمجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها من أسلحة وذخيرة في بلدة حجيرة بريف دمشق الجنوبي. منذ مدة ليست ببعيدة بدأت عمليات الجيش العربي السوري في القطاع الجنوبي وجنوبي الشرقي لمنطقة السيدة زينب، واستعاد السيطرة على بلدة البحدلية واتجه ليفرض طوقه حول الذيابية. وحداته استكملت تقدمها في المحور الشمالي لمنطقة السيدة زينب، وتقدمت في منطقة حجيرة واستعادت السيطرة على سوق الخضرة وبنسبة تصل إلى 40% على مجمل حجيرة. حي العقيلة أيضا ودوار حجيرة أصبحا بيد وحدات الجيش العربي السوري، أما الإرهابيون في دوار سبينة أصبحوا تحت سيطرة نيران عناصر الجيش العربي السوري الذين يواصلون تقدمهم في المنطقة ودحر الإرهابيين. وحدات الجيش العربي السوري تقدمت في منطقة حجيرة قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي واستعادت السيطرة على عدة نقاط كان يتمركز بها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، ونحن الآن في هذه النقطة التي كان يتمركز بها ما يسمى عناصر كتيبة شهداء الجولان. تقدمنا إلى خط النار الأول لعناصر الجيش العربي السوري وعلى التماس المباشر مع نقاط تمركز الإرهابيين ودشمهم. رصاص قنص الإرهابيين يستهدف وحدات الجيش العربي السوري، والاشتباك يتكرر بين الفينة والأخرى بشكل مستمر. نحن الآن على خط التماس الأول في سوق الخضرة في منطقة حجيرة، حيث يشتبك عناصر الجيش العربي السوري مع عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. نحن الآن موجودين بحي العقيلي منطقة سوق الخضرة. في البداية دخلنا عن طريق مشاة من عن ثلاث محاور واستطعنا كسر الخطوط الدفاعية الأمامية للإرهابيين. نحن موجودين في منطقة سوق الخضرة ومتقدمين باتجاه دوار الإسبيني. الآن موجودين نحن بالتحديد هذه الصورة من على تماس سوق الخضرة في اشتباك دائم مع الفلول الإرهابيين. معاقل الإرهابيين في المنطقة التي استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها في حجيرة آثارهم واضحة، فيها كتابات على الجدران تثبت تواجدهم في المنطقة وتواجد عناصر ومرتزقة من خارج سوريا من الشيشان وليبيا وغيرها. هذه هي إحدى المشانق التي كان يستخدمها عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة لممارسة إرهابهم على المواطنين. حجيرة كغيرها من مناطق دخلها الإرهاب وقضي عليه فيها، ولكن بقيت آثاره الدمار الذي طال الطرقات والمنشآت الحكومية والمحال التجارية التي نهبت والمنازل التي فجرت.
تقدم وحدات الجيش العربي السوري في الريف الجنوبي لمدينة دمشق وإعادة السيطرة على مناطق هامة تقطع طرق الإمداد لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة يمهد لوحداتها النوعية التقدم باتجاه مناطق أخرى كانت تعد معاقل وقلاع حصون وهمية لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. من حجيرة في ريف دمشق لأخبار تلفزيون الدنيا، حيدر مصطفى. في حمص أيضا تعيش منطقة كفر عايا حالة من الأمان المتواصل بيد أن عناصر الجيش العربي السوري وفي حملة تمشيط عثروا على بعض الأنفاق والتي يعتقد أنها تمتد إلى منطقتي آبل وبابا عمر، وقد عمل الإرهابيون على حفرها ليسهل عليهم التنقل والاختباء. مع استمرار العمليات العسكرية في محافظة حمص تستمر أيضا عمليات قطع أي محاولة للمجموعات الإرهابية المسلحة بالعودة إلى المناطق التي تم تطهيرها. نحن اليوم في منطقة كفر عايا وأثناء استمرار عمليات التمشيط التي يقوم بها أبطال الجيش العربي السوري تم اكتشاف عدد كبير من الأنفاق. أحد هذه الأنفاق هو الذي خلفي تماما بطول 1.5 كيلومتر، تم اكتشاف عدد من العبوات الناسفة بداخله كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمه في عمليات نقل الذخيرة والمؤن. يعني طول هذا النفق يربط جميع المناطق حوالي كفر عايا ببعضها. يعني منذ انتهاء العملية الأخيرة في تنظيف بابا عمر والقرى القريبة منها جوبر السلطانية كفر عايا، ويتواجد الجيش حاليا في هذه المناطق وهي مناطق آمنة، ويوميا يتم تمشيط هذه المناطق وتفتيشها للبحث عن الأنفاق وأماكن مستودعات الأسلحة إن وجدت والأماكن المطمورة. وبالتالي تم اكتشاف نفق بطول 1.5 كيلومتر بعمق 3 متر، ووجد داخله آلة عليها ملفاف وحبل لسحب الأسلحة ممكن وضعها ضمن هذا القفص، ولها مولد كهرباء وبالتالي سهولة نقل الأسلحة إلى الداخل يعني لتخزينها واستخدامها لاحقا. ووجد أيضا عبوة ناسفة داخل النفق ممكن تفجيرها فيما لو دخل عناصر الجيش إلى هذا النفق. كما تلاحظون طبيعة المنطقة هنا هي طبيعة بساتين وأشجار، عدد كبير من الأنفاق ما زالت إلى هذه اللحظة كل يوم تكتشف على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. أيضا هذا نفق آخر تم اكتشافه على أيادي أبطال الجيش العربي السوري كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمه في نقل الذخيرة والمؤن. وأيضا هناك كان محاولات منذ فترة بمحاولة دخول المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت متواجدة في مدينة القصير في الدخول في هذه الأنفاق والعودة إلى هذه المنطقة. أينما تواجدت المجموعات الإرهابية المسلحة سواء فوق الأرض أو تحت الأرض كالجرذان، فمصيرها دائما القضاء عليها تحت أقدام أبطال الجيش العربي السوري. كانت معكم كندا الخضر لأخبار الدنيا من كفر عايا حمص. هذا وتواصل وحدات من الجيش العربي السوري التقدم في أحياء حمص القديمة، وكرد فعل يائسا على هذا التقدم حاول بعض المرتزقة الانتقام من المدنيين فكانت جريمتهم الجبانة في حي عكرمة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا تبدو ثمة مفاجآت من إرهابيين خسروا واحترقت أوراقهم، فأصابع الإرهابي هنا في حي عكرمة بحمص سبق وتلطخت بدماء السوريين. 4 شهداء و40 جريحا بينهم أطفال ونساء هي حصيلة تفجير سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات ركنها إرهابيون وسط الحي المزدحم بالسكان. انتصار موجود موجود، شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يعملوا يعملوا؟ سوريا منصورة بإذن الله. يا اخي هذا تفجير ما له انساني، عرفت علي؟ هذول ما يستهدفوا المواطنين الابرياء اللي ما لهم علاقه، يعني الطالب اللي جاي من جامعته واللي رايح على مدرسته، مواطنين ابرياء عاديين، يعني الطالب يجيب شويه اغراض له، عرفت علي؟ هذول ما هم بني ادمي وبتزرعوا بالاسلام، بريء الاسلام مني. هي المعركه التي فتحتها يد الغدر على سوريا، فاصاب حمص ما اصابها من ارهاب ودم،
إلا أن اليقين السوري اليوم يتجدد، وما يحصل وحصل في سوريا سببه تمسكها بسيادتها واستقلالها الذي لا تقبل التفاوض عليه، وسببه انتصارات جيشها وشعبها ليكون دم الشهداء دائما رسالة الخلاص وطريق الحسم في المواجهة المفتوحة. فسوريا ترسم اليوم إحداثيات تعيد الإرهاب والإرهابيين إلى خارج أراضيها. وكما هو الحال في حمص كان كذلك في حلب الشهباء التي يتعرض أهلها الصامدون لشتى أنواع القهر من العصابات الإرهابية للنيل من إرادة صمودهم، إلا أن محاولاتهم البائسة وآخرها في حي سليمانية باءت بالفشل. استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وأماكن عملهم ومحالهم التجارية بات أمرا شبه يومي يحاول الإرهابيون من خلاله نشر الخوف والذعر، والأهم من ذلك كسر إرادة الصمود التي فرضها السوريون وخاصة أهالي حلب على مدى عامين من الحرب الكونية التي تشن على سوريا، الصمود الذي أربك الغرب وأدواته المرتزقة. العالم هون اللي نزلت شطحت ولد صغير عمله 12 سنة الزنبو، هون مرة خطيارة بنص راسة نزلت شظية بياد دخان شظية بعيد عني كني 20 متر أجي شظية في قلبه رأسا شطح، ما بعرف بين معه، هدول كانوا معروضين بالفيترين عندي. فرج هيك الإصابة، هاي لو جاي في بني آدم لتشقه مليون شقفة، هاي هون عندك هيك شيء، هدول محطوطين جنب بعضهم، دخلت شظية من هون، طلعت من هون، دخلت هون، استقرت هون. المواطنون رأوا في هذا العمل الجبان محاولة فاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار والنيل من صمود الحلبيين من خلال تدمير بنية مدينتهم المحلية، هذه المحاولات التي لن تزيد الشهباء وأهلها إلا مزيدا من الإصرار على الحياة، وهم شعلة الحياة كما يقول سكان هذا الحي. ناس مبعوثين من برا لتخريب البلد، لتخريب البنية التحتية للبلد، لضرب المواطن، لضرب اللحمة الوطنية بين الناس، انضرب ناس من كل فئات الشعب، بنات ونسوان، شو ذنبهم؟ أطفال، هدول شو ذنبهم؟ شو عاملين؟ هدول عايشين مارين جايين يتسوقوا بس لأنه سوريين بيحبوا بلدهم جايين يضربون، جماعة مجرمين هدول، هدول مو سوريين، هدول غريبين مصدرين لبلادنا ليأذونا. مهما حاولوا شغله فاضل ان شاء الله منتصرين عليهم، لو بضلوا ضل واحد فيهم، لان طول ما الجيش معنا والشعب نحن واحد ما راح يستفيدوا شيء. سجل ايها التاريخ واكتب يا يراع ان في حلب التاريخ، حلب الحضاره، حلب ابو فراس الحمداني، شعب ابى الذل والهوان ضريبه حب لوطنه الذي اقسم بالدفاع عنه. ولم يسني الإرهابيين في سوريا قرب حلول شهر رمضان المبارك عن الاستمرار في إجرامهم الذي يمارسونه تحت عباءة الدين، ذلك الدين الذي أنزل رحمة للناس، فارتكب الإرهابيون باسمه أبشع الجرائم، والدين منهم ومن جرائمهم براء كما يقول السوريون. الإرهاب والقتل والدمار والخراب، هذه كانت الرسائل التي أراد الإرهابيون إيصالها في هذه الأيام الفضيلة، والسوريون بعمومهم يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك. سيارات مفخخة، عبوات حقد وشر، استهداف للآمنين ليل نهار دون أي شفقة أو رحمة ودون تمييز بين طفل أو شيخ أو امرأة، الجميع مستهدف والكل في مرمى الموت. هذا ما كان عليه حال السوريين في عمومهم في هذه الأيام المباركة. في دمشق فجر إرهابيون عبوة ناسفة زرعوها بسيارة في حي الورود السكني، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وإلحاق أضرار مادية في المكان. منطقة جسر الرئيس كانت خير شاهد على الإرهاب أيضا، حيث فجر إرهابيون عبوة ناسفة زرعوها بسيارة ما أدى إلى وقوع 3 إصابات وإلحاق أضرار مادية. أما في كفر سوسة، عبوة ناسفة تنفجر بسيارة خاصة تم زرعها تحت المقعد الأمامي المحاذي لمقعد السائق في شارع البختيار، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح متوسطة الخطورة وإلحاق أضرار كبيرة في السيارة. هو الإرهاب إذن يضرب حياة السوريين من جديد، ولكن مهما طال الزمان وتعاظم هذا الحقد والشر وأيا كان داعموه، فإن السوريين يصرون على دحره وشل يد كل من يقف خلفه، لتكون رسالتهم لكل العالم بأن سوريا
بلد المحبة والأمان والسلام، ومن يحاول الاعتداء عليها ستشل يده وتقطع. فطوبى، طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. في ختام أعمال مؤتمرها التأسيسي في دمشق، شكلت جبهة العمل والإنقاذ الوطني 3 لجان اقتصادية وقانونية ولجنة للتواصل الاجتماعي، إضافة إلى لجنة المتابعة في محاولة للوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد. إحنا مهمتنا كلجنة اقتصادية من اللي كانوا موجودين مبارح انضموا لنا للعمل التطوعي لنشوف الحلول المناسبة للاقتصاديين والتعاون. نتمنى من الجهات المعنية تتعاون معنا لترجع أيام الاقتصاد الرائع السوري. نحن نريد صناعة شيء، صناعة عمل على الأرض، ولذلك ناديت وتناديت إلى شيوخ العشائر الحقيقيين وأيضا إلى رجال الدين الإسلامي والمسيحي وإلى فعاليات المجتمع وعدد كبير من النواب ومن كل الأطياف السياسية، كل أتى إلى عمل الجبهة، لأننا في الجبهة شعارنا الأول أنه نحن نحمل الأجندة الوطنية ولنترك جميعا أجنداتنا السياسية والمذهبية والطائفية والمناطقية في بيوتنا. عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية والتي خصص معظمها لمتابعة الواقع المعيشي والحياتي للمواطنين ودراسة آليات ومقترحات متابعة هذا الواقع وحل مشاكله. وأكد الدكتور وائل الحلقي خلال ترأسه الجلسة أنه يجب على الحكومة النهوض بمسؤولياتها وتطوير أدائها الإداري والاقتصادي وابتكار الحلول الحكيمة والمدروسة وغير المتسرعة للحالات الطارئة التي تحدث بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتفرض القيام بجهد إضافي ومتابعة على مدار الساعة من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز الإيجابيات والارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب الصامد. كما تم خلال الجلسة تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب وتأمين الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والإغاثية بالتنسيق مع محافظ حلب. كما طلب الحلقي من اللجنة القيام بعملها فورا بالإضافة إلى إعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بما يلبي طموحات مواطني حلب الصامدين. طلب النائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل في سلسلة تعاميم أمس من الوزارات والجهات العامة والخاصة والأهلية ذات العلاقة طلب تأمين متطلبات المواطنين في الأسواق المحلية من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة موضوع التقيد بالأسعار. وشملت التعاميم وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة للمساهمة بزيادة السلع والمواد المنتجة وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للحد من استغلال البعض والمساهمة بالتدخل الإيجابي بالسوق المحلية خلال شهر رمضان. كما طلب النائب الاقتصادي من المؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق والسندس تأمين تشكيلة واسعة من مختلف السلع والألبسة بأسعار تشجيعية لذوي الدخل المحدود وتفعيل دور هذه المؤسسات كجهة تدخل إيجابي ولتكون صالاتها ومنافذها نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق وتأمين هذه السلع بما يلبي رغبات وأذواق المستهلكين وبسعر وجودة مناسبين لكل شرائح المجتمع. نظمت مديرية حماية المستهلك ضبوطا تموينية بحق عدد من المخالفين الذين يبيعون المواد الاستهلاكية بسعر زائد أو بطرق مخالفة للمواصفات القياسية، حيث ضبطت المديرية معملا ينتج ألبانا وأجبانا بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية ينتج ويبيع يوميا ما بين 2 إلى 3 طن. كما ضبطت المديرية اسطوانات غاز تباع بسعر زائد يصل ل3000 في السوق السوداء.
اختتمت فعالية ملتقى الضيعة السورية لدعم الحرفيين والمزارعين والوافدين من المناطق المتضررة، والتي عقدت برعاية محافظة دمشق والأمانة السورية للتنمية ووزارة الأوقاف. وقد أكد المشاركون أهمية هذه اللقاءات والفعاليات التي تقدم المتعة والفائدة للمواطن السوري، وضرورة تعريف الطفل السوري بتراث بلده وحضارته من خلال التركيز على الأنشطة التفاعلية والاجتماعية، والحاجة إلى دعم المشاركين من خلال بيع منتجاتهم التقليدية من المنتج إلى المستهلك. كما نوه المشاركون بالملتقى كونه يجمع السوريين بكل أطيافهم من كل أنحاء سوريا. من جهة أخرى، أكد منظمو الفعالية أن الملتقى حقق الهدف منه، وهو دعم المنتجين والحرفيين، بالإضافة إلى استقطاب المواطنين وتقديم الفائدة لهم وتعريفهم بحضارة بلدهم ومنتجاتها التراثية. الملتقى هون هو بصراحة برعاية الأمانة السورية، هو تشجيع للحرف اليدوية، وتقريبا كل سنة بيصير هلأ هذا الملتقى اسمه ضيعة 2، عم يشجعوا الأشخاص اللي عندهم حرف تقليدية، في ناس مثلا مشاركة بمواد غذائية، في ناس مشاركة بإكسسوارات، في ناس مشاركة بكروشيه. طبعا نحن كثير بنشكرهم، أول شيء كانت فرصة أن نعرض منتوجاتنا، فرصة نلتقى كلياتنا كسوريين من كل المحافظات بهذا الملتقى. اليوم نحن مشاركين بملتقى الضيعة برعاية الأمانة السورية للتنمية ضمن لعرض تجربتنا يلي هي كانت برنامج الحرف الصغير والرسام الصغير، قام فيها فريق التنمية المجتمعية. الهدف منها تعزيز ارتباط الطفل بتراثه الثقافي. في عنا لجنة علمية مختصة بمراقبة المنتجات، مراقبة التربة، وعم نرجع نشجع العالم للرجوع للأكل الصحي والقمح البلدي والخبز العربي اللي مشهورة في محافظتنا. استهداف الإرهاب لإمدادات الوقود رفع أسعارها، وفي أحيان أخرى فقدت من الأسواق. أهالي حلب يستنكرون الأعمال الإرهابية ويؤكدون صمودهم. محاولة أخرى من محاولات تركيع حلب. الإرهاب يستهدف إمدادات الوقود إلى المدينة بعد محاولات التجويع وإفراغ الأسواق من المواد الغذائية. اليوم يأتي دور إمدادات الوقود. يقول المواطنون اللتر الواحد وصل سعره إلى 450 ليرة، وفي بعض المناطق إلى 500، وفي أماكن أخرى إلى 1000 ليرة سورية. يعني اليوم التوصيل عدم مؤاخذة العشرة كيلومتر، العشرة كيلومتر صار توصيلتها يعني 700-800 ورقة. هاي إيش هو 10 كيلومتر؟ ألا مشوار من هون إذا للعوجة يقصرنا 100 ورقة، للعوجة يعني بس هيك عوجة. هاي الحقيقة الصراحة يعني. وبنزين لحد كمان عم بيجي كله مكرر ومضروب، كله قليل يجي. اليوم اخذته 540، بس ما هو نظامي، ما في شيء، بنزين دولي مكرر، ومحطوط له نفتالين مشان ما تطلع السياره صوت. والله البنزين اليوم 500 و600 ليره حتى وصل. الله اذا بكره يعني اذا بكره ضل الطريق مسكر مثل ما بقولوا يوصل 1500. بنزين ما في، في عالم عم تاخذ 50، نحن ما في الوضع ما بتحمل يعني اخذ 50. 500 بكره قال لكم قد ايه رح يكون؟ بكره يمكن ما في، هيك سمعنا عم نسمع. والله ب 500 ليرة اللتر اليوم. 500 قد ايه كان من يومين؟ كان 250 تقريبا، بس اليوم 500 ليرة المتر. 400 ليرة البنزين. هذول مسلحين مسكرين كل الطرقات. يعني اليوم 400 ليرة الصبح، الله 500 ليرة. الاقتصادي اللي فرضوه المسلحين على مدينة حلب كان حصار ظالم وقاسي جدا. طبعا المؤامرة كلياتنا صرنا نعرفها، وصرنا نعرف انه اليوم هدف الحصار هو تجميع وتجويع مدينة حلب واجبار اهلها على الرضوخ، ولكن حلب لن ترضخ. حلب قوية باهلها، بشعبها، بجيشها، بقائدها، بحزبها. حلب قولا واحدا لن تسقط في وجه هذه المؤامرة. محاصرة لأسباب الحياة في حلب، والهدف هزيمة شعب صامد وكسر إرادة حياة. حلب هذه وبإرادة جيشها العربي الصامد ستفشل محاولات حصارها، بوقود أو من غير وقود، بإرادة تتحدى إرهابكم وجهلكم، جاثمة فوق قلوبكم. حلب هذه ستظل شوكة في عيونكم. واقع الأسواق يعد الأمر المرير للشعب السوري، وخاصة خلال الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. ففي مدينة طوس
تذمر المواطنون من زيادة أسعار المواد الغذائية من قبل التجار. شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمحبة، يبدأ أول أيامه يوم غد الأربعاء وسط ازدحام كبير في الأسواق، إما بغرض شراء ما تيسر من الاحتياجات الضرورية أو لمجرد المشاهدة وتفقد الأسعار التي وصلت حدودا غير مقبولة. إن شاء الله بنعاد على سوريا بكل بألف خير يا رب، وإن شاء الله رمضان الجاي تكون سوريا كلها بأمان. نحن قابلين على شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بأبرك السنين، وإن شاء الله بترخص كل هالأسعار. في أسعار غالية شوي وهي التجار سبب هالشيء، ونتمنى من التجار أنه تنزل هالأسعار. إذا بدكم تحاسبوا المحاسبة تكون المحاسبة عند سوق لها السماسرة، السماسرة هي أساس الغلاء. سلع محررة ترتفع بشكل يومي تهدد معيشة المواطن الذي يعيش حالة من الغليان ليكون هو الخاسر الأكبر. وضعنا جدول يتضمن دوريات في الفترة المسائية عند فترة الإفطار، تقوم هذه الدوريات بالتجوال على الأسواق. نتيجة التشدد وزيادة العمل في هذه الفترة كان هناك خلال الأسبوعين الماضيين فقط تنظيم أكثر من 170 ضبط عدلي بمخالفات متنوعة. في هذه المرحلة، بمرحلة استثنائية، بمرحلة الأزمة، يجب أن تصدر قرارات على مستوى هذه الأزمة. فعلا المواطن بحال ضغط، ونحن بقدر ما نقف مع المواطن بقدر ما أنه نأمن التشريعات والقوانين المناسبة اللي بتناسبه خلال هذه الفترة. لكن أجد أنا أنه حتى الآن لم يصدر هكذا قرارات، وأنا أسجل هنا تحفظ. ها هم أهالي طرطوس يستقبلون شهر رمضان المبارك وسط غلاء فاحش في الأسعار التي تستمر بالارتفاع دون أي ضوابط. لأخبار الدنيا الفضائية، علي الكنج، طرطوس. بناء الاقتصاد يحتاج إلى تنمية متوازنة بين الريف والمدينة لتشكيل قوة دفع اقتصادي تمكن المجتمعات من التطور. مشروع تنمية المناطق الريفية تجربة قد تكون بداية في هذا الطريق. معروف أن المجتمع الريفي في سوريا عانى ما عاناه خلال فترات قريبة أو بعيدة بسبب ضعف التنمية فيه. تطور المدن على حساب الأرياف أدى لتفاقم مشاكل لو حلت في حينها لكان الوضع أفضل بكثير. اليوم تعد الدولة السورية أهمية دعم المجتمعات الريفية وتطويرها لتكون رافداً اقتصادياً قوياً يدفع بعجلة الاقتصاد نحو التقدم والازدهار. مشروع التنمية الريفية في الحسكة ورغم كل الظروف الاقتصاد السوري ما زال مصراً على تحقيق أهدافه تجاه أبناء ريف المحافظة. المشروع عبارة عن أربع مكونات. المكون الأول هو التمكين المجتمعي، والمكون الثاني هو زيادة الإنتاجية الزراعية، والمكون الثالث هو الموارد الطبيعية والاستثمار الأمثل لها. تم استهداف 100 قرية على مستوى 3 محافظات، 40 قرية في الحسكة. تم تنفيذ هذه النشاطات المختلفة في هذه القرى، أولها التمكين المجتمعي حيث تم الدخول إلى القرى وتنظيم القرى. المقصود بتنظيم القرى تشكيل لجان تنموية في القرية، تدريب هذه اللجان، تأهيل هذه اللجان على إدارة وتنظيم التنمية، بحيث أن هذه اللجان هي ممثلة لكل المجتمع الريفي، وبالتنسيق مع هذه اللجان يتم وضع الخطط لكل قرية. نحن نهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية كما ونوعا. يتم ذلك من خلال الدعم للوحدات الإرشادية بكل مستلزمات العمل، بالإضافة إلى دعم الكادر الذي يعمل بالوحدات الإرشادية من حيث التأهيل والتدريب وإكسابه المهارات المختلفة في إيصال الطرق الحديثة في الزراعة للفلاحين. تحسين مستوى الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الزراعة بمساعدة مالية عبر قروض مصرفية ميسرة وصلت في العام الحالي إلى 115 قرضا بقيمة 5 ملايين ليرة. مشروع بالنسبة لنا لقى أريحية بالغرية كمان كونه عمل تشاركي. حصلنا على نواتين نقديتين، واحدة 360 ألف واحدة 304 ألف من مشروع التنمية الريفية، ومنحنا عدة قروض حوالي 28 قرض في القرية. القروض أغلبها ثروة حيوانية، تربية أغنام وأبقار، وكمان في سمانة وفي خياطة. الريف والمدينة طرفا ميزان لأي اقتصاد يسعى للتطور، ورجحان كفة على حساب أخرى يؤدي لعواقب اقتصادية سيئة، والتوازن في التنمية والتطوير سيشكل قوة دفع اقتصادية كبيرة.
سافر تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت عن إصابة أكثر من 50 شخصا وأضرار مادية جسيمة. تزامنا مع ذلك قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مجهولا ألقى قنبلة يدوية فجر اليوم عند أطراف مخيم صبرة للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، مضيفة أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث. المكان بئر العبد في ضاحية بيروت الجنوبية. الزمان ساعات قبل حلول شهر رمضان الفضيل. الحدث تفجير إرهابي يستهدف المدنيين في منطقة آهلة بالسكان. من جديد تهتز العاصمة اللبنانية بيروت على دوي انفجار إرهابي من خلال عبوتين ناسفتين زرعهما من لا يريدون الخير للبنان في سيارة مركونة بمرآب للسيارات، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى وأحداث أضرار مادية في المكان. أدوات متعددة ومتنوعة وجبانة أيضا، ولكن العدو واحد، الهدف واحد، اللي ما قدر ياخذه بالحروب عم ياخذه بهالوسائل الجبانة. هيدي المنطقة عاصي وأبية وعندها كرامة وبتواجه وجها لوجه، مش بهالأساليب هيدي الجبانة. مراقبون رجحوا أن التفجير الإرهابي في بئر العبد هو امتداد لمخطط مرسوم بعناية من أجل توريط لبنان في مأزق أمني بسبب انتهاج الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس ورغبة المتآمرين على الشعب اللبناني بالانتقام من نهج المقاومة، فوقع الاختيار على منطقة الضاحية الجنوبية. الإرهاب لا دين له ولا هوية، فعندما يستهدف الإرهابيون المدنيين متناسين قدسية هذه الأيام المباركة فهو مدان بكافة أشكاله وصوره. أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إعلانا دستوريا يعطيه سلطة التشريع بعد تشاور مع الحكومة، ويتم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية جديدة بمجرد الموافقة في استفتاء على تعديلات لدستورها المعلق، بما يحدد إطارا زمنيا يمكن أن يشهد إجراءات انتخابات تشريعية خلال نحو 6 أشهر. أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة وحدد اختصاصات رئيس الجمهورية، وتجري بموجب الإعلان الجديد انتخابات برلمانية ورئاسية وعملية تعديل الدستور المعطل، وحدد الإعلان مهام رئيس الجمهورية المؤقت في إدارة شؤون البلاد لتشمل التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وينص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة خبراء خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها. كما نص الإعلان على إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية خلال 30 يوما من ورودها إلى رئيس الجمهورية، ويدعو رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الشهرين، وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، وستتم خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك، شهدت عدد من ميادين محافظة السويس المصرية وشوارع مختلفة بالمحافظة مظاهرات احتجاجا على محاولات عناصر الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي الاعتداء على مبنى الحرس الجمهوري وتأييدا للجيش المصري، وكان 51 شخصا قتلوا وأصيب 435 آخرين بجروح
في الاشتباكات التي دارت عند دار الحرس الجمهوري في القاهرة إثر محاولات أنصار الإخوان الاعتداء عليه. هذا وتستمر حالة التوتر في المدن المصرية بعد تصعيد الإخوان المسلمين لاعتداءاتهم عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. بأي ثمن سعى ويسعى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الوصول إلى الحكم حتى على حساب تدمير البلاد وإنهاك العباد، إشعال فتنة دموية لا تبقي ولا تذر، وبكل الوسائل ظهرت أدواتها في أنحاء مصر، ولعل مجزرة الحرس الجمهوري شكلت خطوة أولى في مشروعهم الجديد بعد إقصائهم عن الحكم. وعلى تعدد الروايات حول من أشعل محيط الحرس الجمهوري وأتى على ما أتى من إزهاق حياة أكثر من 42 قتيلاً ومئات الجرحى، فإن الثابت أن أي تنظيماً وطنياً أو أي قوة ديمقراطية لا تخزن السلاح بكميات كبيرة في مقرها، كما كشفت مصادر عن مقر السلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ومستودعات الأسلحة في شبه جزيرة سيناء التي جهزتها الجماعة على مدى عام من الحكم، كما تقول ذات المصادر. الجيش المصري تحدث عن هجوم مسلح تعرضت له دار الحرس الجمهورية ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة العشرات. المشهد خرج عن السلمية في صباح اليوم في تمام الساعة 4، هاجمت مجموعة مسلحة المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري، والأفراد القائمين على تأمين دار الحرس الجمهوري من القوات المسلحة والشرطة المدنية باستخدام ذخيرة حية وعيرة خرطوش. جماعة الإخوان المسلمين أعلنت بدورها عن سقوط 35 قتيلا من أنصارها في مواجهات دار الحرس الجمهورية، متهمة قوات من الجيش والشرطة بارتكاب مجزرة بحق المعتصمين السلميين. ويبدو أن سلمية الحراك عند نهج الإخوان لا تكون بشعارات واعتصامات في ساحات البلاد، بل بقنابل المولوتوف والأعيرة النارية، كما توضح صورة المشهد في مناطق متعددة من الأراضي المصرية. دم سال ويسيل على أرض جمهورية مصر العربية، والتحريض الفتنوي للجماعة لا زال ينضح بمزيد من شعارات الإخلال بالوحدة الوطنية المصرية من منتسبي الجماعة في بلدان عربية. ففي اليمن خرجت تظاهرة مؤيدة لمرسي، ودعا المحتجون فيها جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى الانتفاض ضد الجيش، حراك ربما يدلل على بعض من أسلوب الجماعة الإقصائية في شواهد عديدة عاشتها مصر بعد ثورة المليونيات في 30 من يونيو. أما دعوات التظاهر فما زالت قائمة، وميادين مصر لا تكاد تخلو جزئيا من المتظاهرين حتى تعود بآلاف المصريين في ميدان التحرير وميادين أخرى. وليسطر التاريخ أن الشعب المصري هزم مشروع الإسلام السياسي ليخطو في طريق المشروع الوطني التنموي في مواجهة التكفير والإرهاب بكل أشكاله. وما بين الإعلان الدستوري والدعوات للتظاهر برزت مواقف متباينة داخلية وخارجية حول الأحداث في مصر. برغم سلمية الثورة والدعاوى المتواترة لنبذ العنف، إلا أن الجماعات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بادرت بإحداث ردود أفعال فاقت الحدود، ورفعت لواء الجهاد لمناصرة ما أسمته بالحفاظ على الشرعية، وهي دعوة الحق التي يراد بها باطل، لأن الباحث عن الشرعية عليه أن يتحلى أولاً بمضمونها. وتتالت التصريحات ضد أعمال مؤيدي مرسي، حيث استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ما حدث من اقتحام لدار الحرس الجمهوري. أعلنوا للكافة في هذا الجو أنني قد أجد نفسي مضطرا لأن أعتكف في بيت حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعا. كما أعربت دار الإفتاء المصرية عن بالغ حزنها وألمها لسقوط قتلى ومصابين من أبناء مصر بأعداد كبيرة، كما أكد مفتي الجمهورية على ما طالب به شيخ الأزهر في مبادرته بالإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد عن 6 أشهر لحقن دماء المصريين. المرشح الرئاسي الأسبق وعضو الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أعرب أيضاً عن قلقه إزاء الأوضاع في الشارع المصري،
كما جرم كل من ارتكب أعمال القتل أو تسبب بها في الحرس الرئاسي. الذي حدث اليوم هو مجزرة بشعة يتحمل مسؤوليتها الذين قاموا بها فضلا على الذين تسببوا فيها، وهذه المجزرة الدموية لا يقبلها الشعب المصري أيا كان سببها وأيا كان القائم بها. ودوليا أدان البيت الأبيض دعوات جماعة الإخوان المسلمين للعنف، داعيا الجيش المصري لممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الرد على المحتجين. فيما ترى صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أن الولايات المتحدة ينظر إليها بصورتين متناقضتين في مصر، فيعتقد أنصار مرسي أن واشنطن أعطت للجيش الإشارة الخضراء للاستيلاء على السلطة، أما معارضو مرسي فيتهمون واشنطن بتشجيع الإخوان المسلمين في توجههم. فإلى أين تتجه مصر وشعبها؟ أعلنت الرئاسة التونسية تمديد 3 أشهر لحالة طوارئ الساريات المفعول في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 من كانون الثاني يناير عام 2011، وذلك لمدة أشهر. وأوردت وكالة الأنباء التونسية أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر، وذلك اعتبارا من 3 تموز/يوليو. وبحسب المصدر نفسه فإن هذا القرار اتخذ على إثر اقتراح القادة الأمنيين وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية. إليكم الآن تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. يوميا يتم تمشيط هذه المناطق وتفتيشها للبحث عن الأنفاق. ميامين الوطن يقهرون الإرهاب ويدكون أوكاره على امتداد الأرض السورية. الإرهاب يضرب الضاحية الجنوبية في بيروت وعشرات الإصابات. وفي مصر إعلان دستوري ودعوات إخوانية للتظاهر. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.